مشاهدينا، والى خبر اخر، اطلقت جمعيه سند لدعم الاطفال المرضى بالسرطان الخيريه حملتها السنويه للتوعيه بمرض السرطان ودعم الاطفال المصابين به، وجاءت الحمله هذه العام بعنوان الشريط الذهبي. المزيد من التفاصيل عن هذه الحمله نقلت لنا زميلتنا عهود النفاعي في التقرير التالي. أولا شكرا لكم على وجودكم ودعمكم لهذه الحملة. طبعا أنتم منبر إعلامي وطني، إحنا دائما نفخر بالإطلالة من خلاله. هذه الحملة جدا مهمة للمرضى عموما ولمرضى السرطان من الأطفال. نسعى من خلال حملتنا التي تصادف شهر فبراير، بما أنه يوم 15 فبراير هو اليوم العالمي لسرطان الأطفال، نستهدف خلال الشهر كله تكثيف حملة التبرعات لما له من أثر جدا إيجابي على الأطفال المرضى بالسرطان، وأيضا لتسليط الضوء على أورام السرطان من الأطفال وذويهم وإشراك المجتمع بهذا العمل الإنساني النبيل. أولا أشكركم على الحضور مع الأميرة ورعيها، يعني نشاطها السنوي اللي بتجي وتتبرع جزاها الله خير، ونشاط تبرع بالدم هذا من الأنشطة الحقيقة اللي قبل ما هي تبرع بالدم هو فعل خير وتبرع بسائل الحياة. سائل الحياة هذا بينقذ فيه أشخاص في أشد الحاجة لها الدم في هذا الوقت.